استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر صغير هذا اليوم الرسام الروسي الكساندر تشيلوف الذي تشرف بإهداء جلالة الملك عملا فنيا مميزا. وأعرب العاهل المفدى عن شكره للفنان الروسي على هذا الإهداء مشيدا بما يتمتع به من مهارة وكفاءة وما يقدمه من أعمال فنية راقية ومتميزة. ونوه جلالته بعمق العلاقات المشتركه وروابط الصداقه الوطيده التي تجمع بين مملكه البحرين وجمهوريه روسيا الاتحاديه، معربا عن اعتزازه بما وصل اليه التعاون الثنائي بينهما من مستوى متقدم لا سيما في مجالات الثقافه والفنون. متمنيا جلالته للرسام الروسي الكسندر شيلوف دوام التوفيق والنجاح.